ساعتك بديع صح لسانك انا بروح لابو ابو سليمان نبي نروح لابو سليمان نشوف اعطونا الكاميرا عند ابو سليمان ونعم نعمت عليك والله ودنا نشوف شلون تحب هذول انا جيت لمك ولا هذه كاميرا ابو سليمان غسل يدك ما شاء الله ما شاء الله حط يدك في الماء ابد حطيت شيء اي حطيت انت غسل يدك هلا والله ابو صالح تراك فسر يا ابو صالح يا حلو الحلوين لبق ابوها هلا الفطور له طعم اليوم غير غير لا بوريك ابو سليمان انا ترى شغلي مضبوط ما يحتاج ما هي جديده يا ابو ايوه قمر 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 لا ما خلص علي. انت قمر إيه خلي اللي فوق عشان ما يستوي إيه عشان تمسك إيه هذه ما بيها تحترق هذه علاقه ايه ما بيها تحترق لا بدنا مره يلا تعافيهم الشر ما يجيهم ابو صالح عطنا يا ابو ابراهيم عطنا يا ابو ابراهيم تعال لبق الخبزه هذه يا ولد من هو اللي له رغبه يجي الله يحييه اللي له رغبه الكاميرا موجوده هنا يا الله تعافيه الكاميرا موجوده ابو سليمان يا الله تعافيهم بسم الله يلا ابو صالح يا الله حيوه رقم عشان ما ياخذ احد ما شاء الله جعل الشر ما يجي لهم يا هلا يا ابو سليمان يا مرحبتين والفهل الزين الله حيهم حيهم نا بين صوبنا اليدين يا ابو صالح يا ابو صالح ما شاء الله يا ابو سليمان لا لا فطيرتك اكيد تجي مميزه ايه؟ شايفها كذا لا ما مره شوف يا طويل ولو الكلام على القطع والمهوب على شو اسمه كلام على الروح اللصق روح ابو الروح يا ابو اللي يلصقها في هذا انت روحك حلو وانت ايه؟ حلو ولا لا اي والله بس نبي لنا حب السوداء ونبي لنا فيها مشرب بس هذا بصالح يلا تسعد ما شاء الله روح. بسم الله نبي نذبح العدو يا ولد يا ولد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما يدك لا تحترق ترى حق عدو صالح ترى خله بيدي خبير قرص جمري ما يحتاج يا اخوي ادفه زين يا اخوي يا حلو الحلو يا الله تحيي والله زينت يا ما شاء الله والله زينت ابو علي اقلط اقلط واحده فطيره كذا بشائريه من البشائر مرحبا مرحبا من بر البشائر بكم هذا بر مرغان ابو صالح والله شفت البر اللي جانا اول ثمس منه كيس واضافنا عليه من بر ثاني ايه والله سوينا من شوف حق يا ابو صالح والله من جد يا ابو محمد صلحنا منه في البيت والله جميل والله حلو حلو مره ما شاء الله غسل يدك بغسل 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 هذا لي انا سرعه الحين عشان النار تستوي يلا عشان نحط السكر يا لبيه انا واحده احترقت هالحين من البطا لا ما عليها هذا البر انتاج الوطني يا اخوي ايه هذا حق مرغان مرغان وعليه من وعليه من حب الجنوب بعد واجد مرغانات واجد ايه اللوم الطيبه كلها ما شاء الله تبارك الله وبعدين سبحان الله له ذوق وخصب الميفة وبيد ابو سليمان بعد زياده بعد تستاهلون والله الطيب ما شاء الله والله تستاهلون كل خير ما شاء الله حتى اهل الطيب من مطيب خلاص ما يمديك لا ورا ما يمدي ما يمديك حطها حطها يا اخوي ما شاء الله حطها سمسم بالرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذبح الشيطان خليه ينحاش ما شاء الله يطيبك يا ابو ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله خلنا نشوف جعلك تسلم يا ابو علي عليه الرقم اي عليه الرقم اوه ما شاء ابو علي وابو محمد دايم يا جمالي عليك حط السكر ابو سليمان جعلك تسلم يا ابو علي ابو صالح وابو علي يا جمالي كبيتها ايوه ما شاء الله نكتب يا حبيبي نكتب يلا ارحبوا ملايين التراحيب عندك تسكير ذاك ولا السلام عليكم سكرت يا حبيبي بيض الله وجهك انا كله ولد يا مرة على هذا بعد الزكام ترى الشغل وهذا قال انت سكر قل يا الله انا اعطيك الصحه طيب انت سكر يا ابو علي الله يرضى عليك انت عسل مرغان حق البصيل الايام هذه مرغان من هو له يا ابو صالح مرغان ديارنا يا اخوي نعرفه بوسط نيد بعلوي القصيم